تواصل وزارة الداخلية ضرباتها القوية ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والفساد الوظيفي وغسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين، وأسفرت تلك الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة لمكافحة جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تشكيل عصابي بأسيوط لقيام عناصره بغسل 95 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة. وعلى صعيد التصدي لجرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 4 تشكيلات عصابية بسوهاج وقنا والمنيا لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقاً للفحص المستندي بلغ 11 مليون جنيه عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالعملة الوطنية مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وفي إطار تصديها لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط كيانين تعليميين وهميين بالقاهرة والإسماعيلية القائمون على إدارتهما أوهموا ضحاياهم بإمكانية منحهم شهادات دراسية معتمدة من الجامعات المصرية والأجنبية خلافاً للحقيقة، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية نظير ذلك، وتم ضبط المستندات الدالة على نشاطهم الإجرامي بمقر الكيانين التعليميين. كما تمكنت الإدارة من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث يقوم أحدهما بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك وإيهام ضحاياه بأنهم فازوا بجوائز مالية ويطلب منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم ويستخدمها في عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني.